السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين متتبعي قناة مغرب نيوز عبر المباشر وفي قضية اخرى وفي مكان اخر ولكن دائما بمدينة المحمدية تواجدوا بجماعة شلالات الجماعة ديال الشلالات كتواجد فيها اميمة اميمة سيدة متزوجة عندها ابناء الزوج ديالها كيتواجد خارج ارض الوطن خدام على راسه خدام على وليداتو عايشه مع الام ديالها في السكن اللي هو سكن مشترك السكن الاقتصادي المشترك للاستفادة الاستفاده ابتلاهم الله بجيران عندهم معهم دائما مشاكل ودائما عندهم مناوشات وخصام وغوت زاد ابتلاهم الله بابناء هاد الجيران اللي هما من ذوي السوابق وعندهم مشاكل اخلاقيه كذلك كيستعملوا المخدرات في يوم من الايام مستعملين هذه المخدرات كانوا جالسين ربما في الدروج وميمه قضات شي غارات جايه راجعه غادا للتحرش من طرف هاد الشباب الشباب المتهور اللي ما كيتزاوش العمر ديالهم 23 سنه وما تحت ما كامل الاسف البنت ما مولفاش بديك الطريقة متزوجة عندها غير على الزوج ديالها والزواج ديالها وما كترضاش شي واحد يبسل عليها من يبسلوا عليها والطريقة ديال باش بسلتي عليها والطريقة باش بسلوا عليها انه كيحاول يشدها من السروال ديالها عيب عار ما عندناش حنا في المجتمع المغربي المحافظ المجتمع المغربي اللي عنده غير على 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 بنات بلاده رياجات ردة الفعل كانت بالطريقة اللي قالتها اللي قالتها واللي عودت لينا حيوان هو فعلا الحيوان هو اللي ما كيتحكمش في الغريزة ديالو وهنا أميمة أصابت الهدف لكن مع إصابة الهدف أثارت شرارة العداوة والبركان ليستفيق الوحش النائم فذوك الاشخاص اللي كانوا ثلاثة جوج الخوت وولد خالتهم الفار من مدينة مراكش بتهم اولى متابعة قضائية حسب الروايات وحسب ما قالت وما استسقت اميمة ماشي حد هنا وقفت القضية لا طورت باكثر الغل ديال السكن والمشاكل العائليه والمشاكل الاسريه وهذه والى اخره دخلاتهم في مرحلة المرحله اخرى فهذيك اللحظه فاش له حيوان قال لها انا مقرقب هذه الليله غنخسر لمك وجهك جبد موس السلاح الابيض واتجه لها ديالها غادي يضربها هز دراعها فاصيبت بجرح عميق اللي بلغ 30 غرزه ولولا ستر الله كان مشى العرق اللي متصل ما بين اليد اليسرى والقلب الاطباء واختصاصيين كيعرفوا هذه المساله هذه هذاك العرق الى التقاس رحمه الله على مولاه لكن ما وقفتش القضيه غير المساله وانما توجهت اميمه والام ديالها للمستشفى داروا الاجراءات اللازمه خداو السرتيفيكا خداو الامور ديالهم داروا محضر لدى الدرك الملكي بالشلالات الضابطه القضائيه بالدرك الملكي بالشلالات سجلت المحاضر سجلت الامور ديالها باستشاره مع النيابه العامه تم اعتقال شخص واحد بعد ما اعتقلوا هذا الشخص وتم الافراج عن الثاني ما اعتذر تم اعتقال اثنان وهروب الثالث قدموهم النيابه العامه طبيعه الحال هنا غتبدا اطوار القصه وغادي نسمعوا اش وقع من بعد ما تقدموا النيابة العامه وبعد ما خدات المسطره اللي كنحسبوها حنا جنائيه لكنها مرت في المحكمة الابتدائية لأن 25 يوم ديال العجز مع استعمال السلاح الأبيض فهو جنايات لكن مرت في الابتدائية غنعرفوا الأطوار ديال القضية مع أميمة نسبقوها هي الأولى السلام عليكم بنتي وعليكم السلام وعليكم السلام احكي لينا بنتي هذيك النهار اللي غيوقع فيه هذا المشكل هذا شنو طرا بالضبط سيدي انا كنت خارجه برا وجاي طالعه للدار ملي طالعه للدار هما ثلاثه جالسين في الدروج واحد دار لي سرواليها فاش دار لي سروالي قلت انا هو الحيوان جرك كل لتحت اه جر لي سروالك واش جر زعما لا بالك بحال كيف دار بحال يعني بغا يجرك سروال آه. يعني تحرش ملي قلت لهم انا فاش دالي دار قلت لي هو الحيوان فاش قلت لها هو الحيوان هما ينوضوا بثلاثه هاي هاي تقول لنا الحيوان ملي الشم نوضوا بثلاثه شميت غاده هربانه طالعه باغا نجي للدار هنا شدني واحد من شعري من هنا والاخر دار لي قال لي اليوم قبل اليوم كحلو اليوم خاصه لمك وجهك الضربات اللي باغي يضربني انا لوجهي كندير دراعي بحال هكا كيضربني صافي من بعد ما بقيت عاقله حتى شي حاجه حتى لقيت راسي في السبيطار من بعد ما عقلتيش من بعد من بعد غادي نتوجهوا لعند الام اللي حضرات المشكل السلام عليكم لاله الاسم الله ليلى حملي ليلى ليلى أه بنتك وقع لي هذا المشكل والضربات كيف سقتي الخبار انت انا كنت خدامه خد جايه مع الطريق كنشوف الجوقة الناس مجمعين شي لتحت شي لفوق. من اللي كان ملي كنطلع انايا كنلقى بنتي طايحه في الباب كان غو... باب لتحت اه في باب في باب دارها الباب ديال الدار ديالها يعني آه. في, في, باب دارها هي دابا هنا الدار هاد الدار الفوقانيه ديالنا حنا عندنا دوزيام هي عند البروميان عند البروميير بنتك عندها البروميير لتحت لا هي السيده اللي ساكنه معنا عند البروميان أيوه هي طايحه حداهم حدا في الباب ديالهم في الباب ديالهم اه م -م. صافي ملي مشيت انا بديت كنغوت لقيت ولادها باقي انتي ما عرفاش شنو طاري ما طا... ما عرفه والو ما شفت انا كنشوف بنتي طايحه كنغوت ما عرفتش كنسمع في ولدها محسن تيقول لينا ضربها علي خويا ضربها علي خويا كيقول فيها, فيها, كي فيها محسن طلعت امو كانت في الحانوت طلعنا كتقول لي كاينه كاينه مرا شاهده الا بغات تشهد بالحق كتقول لهم حيدوا الزبل كتجر فيها بغ... مره باغا تدخلها مره بغت لوحة كتقول لهم حيدوا عليا الزبل من قدام الباب ديالي هذه دي الأم, الام ديال ديال الدري, ديال الدري اللي ضربها المرأة اللي كانت شاهده طلعت هي وياها فاش لقاو الدريه طايحه قالت لها زكايا مين اش كديري زكايا اش كديري غتمشي للحبس زكايا على الدريه راه مشات هي طلبتها باش تشهد قالت لها الا بغيتي نشهد لك نشهد لك بالحق راه طلعتك ها لقيتك كديري وكديري كديري الدريه كانت غاوتو وشي كيغوت هو كان عاير كان سب ما, نقولش درت ولكن ما ضربت حد ما اديت حد عيطنا الله بينا فعل ديال الام صافي وجهلت جهلت سطيت ما نكذبش عليكم مش تبنتي غير الدم والله ما شي انا حاطاها عند الدراك الملكي كان صحاب الدريه مضروبه في راسها كنقسم لك بالله تتخيطت وجات بنتي عاد في دراعها والله ما شفتها انايا يا مضروبه في دراعها واخا شفتي بنتك في ديك الحاله تواصلتوا مع مع الجندارم او لا تواصلت مع رجال الوقايه المدنيه انا راجلي مشى ديك لارا هما اللي عيطوا لي لابلانس خليتو البنت هنا كتنزف ومشيتو كتنزف الدريه كطيح كنت غاوت وكن غاوت هي بغات تهز راه مازال صحيحه المراه راه دايره فيها كاينه بغات تهز الدريه تلوحها بغات تلوحها ولدي توا من جا لقى بنتي نيت كتغوت قال لي زكاي ما ديري والو عيط جات لابلانس في وقفت في الباب وقفت في الباب كاين الغوت شي تغاوت من وكشي كاين كل واحد اش كيدير معيش هادشي اش وقيته شي المغرب هكاك المهم كاينه شو الظلمه كاينه الظلمه جات لابيرانس ومول لابيرانس قال لنا اليوم ضربة طلع معاها يطلع مع باها هي طيحت بنتها دارت بنتها بينها طاحت وداكشي الساعة ما عندها ما تقدمتش معانا بنتها كاع دارت قالب باش يسلكها ولكن الدرية ما فيها لا ضرب لا والو ما تقدمتش معانا طيحت بنتها وحضور الناس كت اه الناس دابا لداخل دابا هما لداخل اللي شاهدة هي هاد السيدة ملي طلعت لقات بنتي في الباب ديالها هي كتقول واش شنو حيدوا عليا الزبل بغات لوحة السيدة قالت لها اما الناس راه الجمهور تيشوف هذه عرفناها الزينة آه. أميمة دينها السبيطار أنت في كنتي كنتي في الدار أنا كنت في الدار ما مشيتيش معاها صافي أنا نفسها وكان كيف شلت ما بقايش قادرة نزيد أن أنا خيطوا ليها داها باها مشات مع باها خيطوا ليها قال الطبيب ما بقالك والو بنتي العرق لو لك هنا في الدار مالك الهيلالة وبنتك مضروبة ما وقع والو من, من وراها صافي ما بقيتش انا قادرة نهضر أن انا يا راه انا شوف ما كنهضرش يعني موقع ما خصومة ما تضاربو ولادك لا ما ولادي ولدي انا مشى مع ختو كاين واحد واحد ما كانش راه كان الناس بحضور الناس ولدي ما كاينش ولدي كان في الجمعة كان واحد واحد مشى مع ختو ملي مشى مع اختو حنا كنسمعوا واحد تيعيط في قال لك راه مشاو جابوا عصابه اخرى فهمتي كاين الشهود شاو جابوا عصابه مشاو عيطوا على شي دراري من البي قال لي معاودوا لا يعود زعما خوها يدوي معنا نضاربوا معاه هذه هذه سميتها اقامه سفر هذه اه كاين البي وكاين الجي حقر علينا الغد الدريه راه غايبه تخيط والغد الدريه ودار قال ليها مشينا ديك لارينا في ديك الساعه ثاني نفس المشكل قال لها امك باقا ما والو باقا ما شي مني الشيء هادشي هادشي الغد باقا ما جبتش شهادة طبية <applause> هزها باها على الموتور داها للدرك الملكي قال لي ما تسيد واخا خليك هنا نعمت. الليلة غادي نرجع لعندك ان شاء الله انا راجع عندك وميمة انتيا تضربتي طيحه جات لومبيلونس داتك وصلتي السبيطار عاقله على راسك في السبيطار ولا ما عاقله على والو؟ في السبيطار صافي تشوف بدا كيخيط لي كن من سبيطار مشيتي لي؟ ولا عبد الله ولا عبد الله بمحمديه نعم حكم انكم انتم هنا تابعين المحمديه اه تابعين المحمديه خيطوا خيطولك؟ اه بداو كيخيطوا فايقه انت ديك الساعه شويه شو شنو؟ لا بنجليه الدري بقى كيبان ليا قال لي اختي راني لك باش ما تحسيش بزاف ولكن كنحسو شويه لا المهم تبنجتي كذا يعني أبنه. انت راكي عارف راسك ديك الصحراء كيخيطوا اه صافي ملي بديت كان فيك قال لي ما تخافي ما والو اختي حنا راه كنخيطوا لك ما تخافي ما حتى شي حاجه صافي هادشي اللي قال جيتي في للدار اه جيت للدار شفتي امك شفتي باك شفتي الجميع مشيتو ديكلاريتو عند آه عند جدار ميان دارك الملك نعم آه مشينا ديكلارينا انت خرجت شهاده طبيه استمعوا ليكم آه استمعوا لينا صافي سمعوا لينا عيطو لها هي قال لها جيبوا ولادك حيت هما كانوا هربوا لمراكش كانوا هربوا كاملين اه كانوا هربوا مع هذاك اللي جاي هما بثلاثه هربوا قالوا لها جيبي ولادك صافي دازت الغد ليه عاد عيطوا عاد جاو جاو عيطوا قال لنا جيو تواجهي معاه مشيت نتواجه معاهم كيقول لا راه ما ضربتهاش ما لا ما صافي الغد ليه غير جيت للدار قال لي غدا راه غتقدموا دابا هما نكرو عند عند الجدرميه نكرو قالوا ما ضربناهاش هاد الضربه اللي عندك انت منين قال لي عندك خويا عالي وطاحت كيفاش هاد انا هذه اللي بغيت نشرحها كيفاش عندك تي عندك مضاربه عندك ها... مره قال لي بلي العيالات بجوج كانوا مضاربين شنو هاد العيالات اه مو والوالده ديالي اه قال ليه مره قال ليه راه العيالات كانوا مضاربين بجوج وهي طيح مره قال ليه انا محسن هذا خوه اللي كيهضر اللي أه لي يسر قال ليه دقوا الباب امها من ملي دقوا الباب حليت تما هي هابطه خرج خويا علي ويتعنقوا يطيح لا راه مازال دابا المشاهدين ما غيسمعوا عنقو بحال مثلا عنك خويا عنك ت... كيفاش عنك تو زعما عنكتيه مضاربين لا قال لي عنقت خويا علي و ما فهمتش قال لي عنقت ما فهمناش حنايا كيفاش غريب واخا نكرو كتبوا في المحضر دفع المحضر الضابطه القضائيه لا 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 مم. النيابه العامه الغد لي تقدمنا مم. متقدمنا بالجمعه وهو قال الاقوال ديالنا وانا قلت له الهضره ديالي بجوج ما قلنا هما في حاله اعتقال ديك الساعه اه كانوا معتقلين كانوا معتقلين يعني بجوج حسين وعلي والاخر الاخر ما تذكرش كاع الاخر بقى لا هربين. اه, هربين. آه, آه, آه. آه. صافي مشينا عند صيفطونا عند البي جي في المحمديه الجندارم ديال ديال المحمديه ديال المحمديه دزنا عندهم تم بقيت كنقول انا هضرتي وهما قالوا هضرتهم صافي الغد ليه السبت قال لنا يعني داروا لكم اعاده تحقيق آه. الحد الحد دزنا عبد الرحمن قال لي ملي درتوا هذا الشيء كان معكم عبد الرحمن قال لي مزات هادشي كان عبد الرحمن على هاد الدري ولد خالهم اللي هربان اللي هربان مراكش سولو سولو دك داك داك الجندارمي قال لي واش ملي درتوا هادشي كان معكم عبد الرحمن المحمديه اه قال لي واش ملي درتوا هادشي كان معكم عبد الرحمن قال لي كان وما اعترفوا بالرحمن اه كان. قال لي كان عبد الرحمن وفين هو عبد الرحمن ما 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 بينوش هذا عبد الرحمن ما دخلش كاع ما شفنا والو ما شفنا دابا حتى حاجه حنايا <applause> استدعاوك حتى ف... ف... انت في السيدات مره واحده مشيت انا وياها تواجهنا باش قدمونا مع المره الاولى تقدمنا مع قالت لي هذه المراه كدير ليا وكتفعل ليا وكترك ليا وكت شنو كتفعل ليا وترك لي. ما فهمتش اش كتخربق كتقول لي كدير ليا كتفعل كترك هي قالت الاقوال ديالها عواده زعما لا زعما ديما كنضاربوا ديما كنتخاصمو يعني خصام ديما كاين ديما ديما كاين شي ما ديما كاين تخاصم ما علاش الشي جار هادشي كلشي سيدي حنا بانين من ملي هي مشينا درنا ديك عاد العدول القسمه جات فينا حنا النص شوكي كله شوكي جا فينا سطح شوكي النص شوكي الحوانت شوكيين من هاد الجهه درنا قرعه درنا قرعه جات قالت لك لا مشات عند عند العدول بعدا بغا تزور داك الشيء عيط لي الراجل قال لي شوف راه بغا دير ودير قال لي قلت لها صافي زعما اللي خرج جينا ثاني قسمنا السطح قالت لك السطح ماشي هو هذاك مشا قلبنا على داك اللي بنانينا الدار جا قسم السطح لقاها هي داخله فينا ريبو وعاود دخلو دابت هي كذلك قال شوفي قال لها راه من هاد الناس بغينا نركبوا الباراسون تاع على الشتا جات ضربت مع راجلي بقات كتعير يا المصخ يا المعاق يا هادي ما الزوج ديالك اه ما عنده واحد الاعاقه في رجلو سي دوا سيده واعره وبقات عنده واحد الاعاقه دابا ما كيقدش يزيد برجلو كيعرج كي آه مرة أخرى ولات كتحرش ولادها بعدها هاد الدري معرض مع للدري الدرية صغيرة راه كاينة عند الملكي قالك علاش ما جيتيش قلتي قبل يعني كنا خايفين نوصلوا لهذا الشيء وصلنا ليه كنا غندير وينا لا نخافوا منها وين هاد ادريني على ادريني ادريني دابا الساده المشاهدين ما نتلفوهمش معانا انتم هاد الناس هادو فايتين تعداو لك على ولادك وما مديكلاريش بيهم. بهم مرة الاولى على خوله الدري كان ضارب هو وخوه في دارهم خرق بين محلن علاش ما كديكلاريوش وخفنا من هاد الماشي ولا خايفين منا بحال كنت نتاقم من منا ولا دير لنا شي ستون شنو كلمه الخوف خوف هو دابا بنتي مضروبه ما بانش الحق وغيبان دابا في هذيك اللي الله ما يقول لك فينا هو الدليل أدلت يا ليلى القانون فوق الجميع والحق كيتخاد ما كيتعطاش انا ولادي طاهدين مده هادي وساكت حتى تجرحت ليلى حتى تجرحت اميمه عاد نوض وكنجبد كلشي اللي فات ما ما جاتش ما عندكش دليل على ان هاد الناس هادو فعلا في فايتين اعتداو عليك هذا هو المشكل اللي كتخلقو نفوسكم أخوي بصح اخويا بصح دابا انا نوقع شي حاجه نذكراري بها نعلم ما نقاش نقول إيه لك القانون ما غيدير ليا والو باش عرفتي القانون ما غيدير لك والو ربنا تعرض ملف اميمه الى نوع من انواع التلاعبات لكن هذا لا يعني ان القانون مصادق على تلك التلاعبات لكن كيبقى صاحب الحق هو من له متابعه حقه حتى ياخذه نرجعوا لعند اميمه اميمه تقدمت داز دس الجلسات دازو لا ما دازتوش جلسات مشينا ما حضرتوش جلسات ما حضرت حتى شي جلسة درتي شي محامي أنا اللي ملي عطاني هذيك الساعة في التحقيق عطاني الرقم ديال الدوسي قال لي عرفتي نهار الثلاث دزنا بالحق شكون اللي عطاك الرقم ديالك؟ قاضي التحقيق قال لي نهار الثلاث جي سولي على نهار الجلسة كل مره جيت تسولي على جوز. قلت لي واش يمكن لي ندير محاميه قال لي من الاحسن بنتي ديري محاميه ودرتي المحاميه درت المحاميه مشيت عند المحاميه عطيتها الرقم عقل على التاريخ ديال المحاميه متى درتيها آه المحاميه دخلت معايا داك النهار اول آه اول في ف... اول جلسه عند قاضي التحقيق حضرت معاها فاش قدمونا نهار الاول دخلت معايا دخلت معايا, معايا. عطيتها الرقم ديال الدوسي فين ما كنصوني لها تتقول لي الملف في النيابه العامه باقي ما عرفوش الجنحه اللي غيتابعوه بها فين ما كنصوني لا تتقول لي هذا البارح تحكم خرجوه مني مشيت عندها اليوم قالت لي واش تحكم وهي كتقول لك عند النيابه العامه هذا مشيت عندها انا قالت لي انا ما عرفتش محاميه مكلفه بملف ملف اللي هو فيه الضرب والجرح والاعتداء وبزاف الحوايج وما عرفتش قالت لي ما عرفتش قالت لي انا فين ما كنمشي نسول كيقولوا لي الباقي ملف في النيابه العامه تتفاجأ باللي راه الدري خرج باللي الدري خرج شفتي الدري خارج؟ اه شفت الدري خارج وكيدور واحد واحد باقي ولا ما يعني فهمتش؟ لا حيت كانوا جوج هما اللي مشدودين جوج باقي. واحد خلص كفاله خرج هذوك اليومين في هذيك الوقيته اللي تحقيق آه واللي ضربني آه تشد شهرين والبارح خرج وملي آه مشيت اليوم كان كنسول قال لي يا صافي راه راحت تحكم راه هو الحكم ديالو هو شهرين تحكم وانتم ما عارفينش برا كاين تعين الجلسه لا شوف انا كندوز كندوز الضابطه القضائيه ديال الدرك كيحيل كيحيلونا لعند وكيل الملك وكيل الملك كيحيلها للقاضي التحقيق قاضي التحقيق ردها لعند عند الدرك الملكي رجعت مع الدرك الملكي لعند قاضي التحقيق بين عشيه وضحاها كنسمع على ان داس حكم وعندك محاميه هادي ما القضيه هذي ما دخلت لك الشك راسك دخلت لي الشك كيفاش باقا ما دازت حتى شي جلسه ما قلت شي انت تحكمات اه قالت لي انا ملي مشيت نسولت قالت لي كنلقى اللي راه خرج وراه عطينو خلص كفاله وعطينو ربع شهر سوسي ما عطيك لا نسخ المحاضر لا نسخ الحكم لا والو قلت لها أعطيني الدوسي قالت لي ما ما جبتوش خليته في الدار لا تو في الدار قال لي قالت لي خليته في الدار دابا انت مثلا استنفتو ولا درتو؟ بقى ما درت حتى شي حاجه انا حنا تواصلتوا مع السينف؟ حنا هاد السيد ملي خرج البارح المحاميه في راسها راه ما عيطات لينا ما والو راه حنا اللي دابا عيطنا لها قلنا شفنا الد... الدري خرج يعني هي الدري ملي خرج راه هي اللي كان عليها خاصها تعيط لينا وتقول لنا شنو غنديروا واش تانفت وانت غدوزوا بأ... خاصها اطوار ديال ديال, ديال لا السيد راه ما عيطاتش لينا راه حنا شفنا الدري خارج وكيتهدد انا كيقول لي ما صورت مني انا خرجت وكنسمعوا ربما ماشي انا قلت أكدا مؤكده كتقول لهم هي وانا عطيت عليه ودي الفلوس وخرجت شنو هي الام اه الام كتقولها والمحامية دابا أنا شوف شوف حنا دبر راسها الام تعطي على ولدها تعطي على باها حنا ما كان شي ولا حد لا اله إيه الا الله محمد رسول الله اه. لا حول ولا قوه الا بالله حنا ما حنا ما شوف حنا عندنا الثقه في المؤسسات عندنا الثقه في في خلينا نقول واحد جوج كلمات على ليلى عندنا الثقه في هاد الناس هادو يقول لي بغى يقول شي واحد اي واحد قال شي كلمه بقى عنده واش شفتي انت بعينك عطات الفلوس لا ما عندكش حق تهضري هذا الموضوع ما عطاتش انا كنشوف المحاميه ديالي محاميتي شنو هو الدور ديالها هنا شنو دارت لي المحاميه او لا نقدروا نقولوا تواطؤ كاين عندنا حنا من عندنا جا تواطؤ من عندنا كي الغواد من عندنا الملف خدا مجرى اخر على اثر القيد الملف خدا أه أه طريق اخرى وخدا يعني حيثيات اخرى وخدا بزاف الحوايج شو الدور ديالكم دابا انتم مع المحاميه من بعد ما شفتوا هذه القضيه ديال الحكم انتم دابا غير شفتوا شفتوا غير المتهم خارج ما شفتوش الحكم شنو درتوا مع المحاميه مشيت عندها قلت لها اختي كان عليك تعيطي ليا وتقولي لي شنو كاين كيبان الدري خارج ولي قالت ليا ايوا راه تخرج الدري عالبارح الدري خرج عالبارح البارح هادشي اللي قالوا قال يعني ما كين شي حاجه كدل بنا الدري ضارب ولا داير شي حاجه ما هو قال لي ما انا ما حاضرش كاع تحطوا ما حاضرش هادشي اللي كتقول هي قلت لها ودابا شنو قالت لك شوفي احنا قالت لي حنا ماشي حنا في اوروبا ما نقدرش نقول لك فهمتنيش ده هضرت معايا باللغز ما نقدرش نقول لك راه حنا ماشي عايشين في اوروبا ولا ما فهمتش هاد الهضره ديالها شنو هي هادشي اللي قالت لي ما فهمتش قالت لي واه سولي على راسك راه حنا قالت لي ماشي عايشين في اوروبا هادشي اللي قالت لي فاش اتنا خلاتنا الحق يؤخذ في اوروبا ولا يؤخذ في بلاد المسلمين وفي بلاد المغرب خاصه وحنا كنعموا بدستورنا ومؤسسات ديالنا اللي هي نزيهه وتحت شعار الله الوطن الملك يعني عيبة لأن مسؤولة في واحد الهيئة معينة وتجي وتجاوب الناس متضررين كيشكيو رافعين شكاية رافعين دعوة كتطلب منهم باش ما يديروش روسهم في اوروبا ارجع عند اميمه وغادي نشوفوا شنو هي الخطوات اللي غادي دير من بعد اميمه شنو هي الخطوات المقبله بقى اخويا انا بقى ما عرفتش ما ندير ضغط شنو هو الطلب ديالك بغيت حقي يبان حقا كيفاش بغيتي كيفاش شهرين هو راه السلاح كيعطيو لي عام الفوق ما حسك ضاربني به وعطينو شهرين انت بوحدك بدون المحاميه عرفتي هذه المساله هذه كيفاش المحاميه اللي كتقول وش واش حنا في اوروبا يعني هنا المحاميه ما عرفاش قانون ما عرفتش فاش مشيت سولت الصباح دخلت البيرو سولت قال لي قال يا... لي صافي انت علاش غتسولي اش بغيتي به يتشد ولا دك. يتشد ولا يخرج قال لي انت دابا دوي على التعويضات ديالك دراعك يعوضوك في دراعك وصافي شحال درتي مع المحاميه درت معاها قالت لي 80 المره الاولى بقيت معاها خلات لي 60 ودارت معاك حتى تعويضات تاخذ منك؟ لا ما بقاتش لي مبهو. لا 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 بنتك حقها وكتشوفي فيك كيضيع شنو هي الاجراءات اللي غادي ديري من بعد ما عرفتش اخويا شنو نقول لك كنطالب بحق بنتي وكنطلب من سيدنا إذا وصل حموشي يدخل في الشيء بأن السيدة ساكنة معانا مدام دار البنتي بحال هكا غدا غادي يقتل ليا شي درية ولا من هاد الدار كنطلب منكم تعطيو سيدنا يشوف هادشي كنطالب بحق بنتي راه ما غنسكتش على حق بنتي حسيت بالظلم بزاف والحقرة بزاف يعني تيقولوا لي هذا ضرب راسك واش كاين شي انسان يقدر يضرب راسه كاين شي انسان يقدر يضرب كبتو <applause> ها أه؟ كاين شي واحد يقدر يضرب كبتو كاين شي واحد يقدر يفسد شي شنو ما قالوا شنو ما كيقولوا كي في الهضره ضربت راسها ضربوها فعلوا وش ترك واش كاين شي حد دريه عندها جرثومه في المعده كتعالج ما عندهاش المناعه عندها المناعه قليله عندها جتيوات دابا دايره مو جتيوات باقين راه حشومه هادشي راه حنا كنطلبوا من سيدنا يشوف هادشي اللي كيوقع كيشوف هادشي اللي كيوقع راه بزاف هادشي راه ولا الظلم راه ولا شي يقتل شي وما يتشدش راه حشومه هادشي راه حنا كنطالبوا بحقنا كنطلبوا من الناس المسؤولين ومن سيدنا يتدخل في هذا الشيء راه حنا في واحد الحاله مثلا ناكل مثلا نشرب يعني ولا فينا الرد ما دام خرج دابا خرج هذا والناس كيسكنوا معانا غدا يقتل لي الدريه ولا يقتل لي الدريه اخرى انا خدامه كنخدم مع في الموقف راه كتعرفوا مش شنو الموقف كنضل في التراب وفي الغيس واش نبقى انا خدامه ونخلي ولادي هنايا نبقى مخلوعه راه حشومه راه بغيت حقي راه بغيت حق بنتي يبان راه ما يمكنش راه اي واحد غيضرب واحد وما حاضر واحد يقولوا جيبوا ليا شي شاهد كيفاش ملي غيجيبوه وش اي واحد يدبح واحد ويقول جيبو لي جيبوا لي هو تلاقى معاه في الخلف الظلمه ضربو قتلو ملي كتمشي عند المخزن يقولك يقولك جيبوا لي يا شاهد واش كاين شنو حق ولا مش حق حق بنتي بغيتو يبان رانا غنطلع مع تفين غنطلع ليه وكنطلب من سيدنا يبان لي يا حق بنتي بنتي ضاع دراع ضاع ومجوجه خاصنا نعرفوا الحق الله ينصركم وينصر سيدنا كنطلب بحق بنتي هادشي اللي غنقول <applause> أعزائنا المشاهدين طبيعة الحال الحق يعلو ولا يعلى عليه وما ضاع حق وراءه مطالب فقط كتبقى مسألة هي مسألة النزاهة مسألة الضمير مسألة مهنية المحامية ما خدمتش بمهنية الضمير لعند الناس اللي غادي يوصلوا الحقيقة المكان ديالها الحقيقي صاب ميت لكن باش نخليو السيبة ونخليو الناس الناس عايشة في الرعب هذا اللي أخطر مما يتصوره المرأة كنتم معنا على المباشر في قضية أميمة التي تعرضت إلى الاعتداء بالسلاح الأبيض لكن ومع كامل الأسف لم تعلم ولم تعرف مجريات القضية ولا الجلسات ولا الحكم إلا بخروج الجاني إلى هنا نقول لكم إلى اللقاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته